بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد البهنساوي، وكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، ورئيس قسم التربية الموسيقية الأسبق. دكتورة فاطمة البهنساوي حصلت على جائزة الجامعة التقديرية في الفنون والآداب عام 2014. هذه الجائزة لم تأتي من فراغ، وراها مشوار كبير قوي ان هي يعني جت فعلا في وقتها وفي مكانها، وتقدير طبعا من جامعة عين شمس للباحثين وللأساتذة اللي هم بيبذلوا طبعا مجهود كبير جدا، واشكر الجامعة واشكر ربنا على هذه الجائزة. بالنسبة لي في الأعمال بتاعتي، انا انجزت ما يقرب من اشراف على رسائل حوالي 90 رسالة في مجال الماجستير والدكتوراه، كما ناقشت ما يقرب من 120 رسالة وبحث علمي وتحكيم، أيضا عضو في اللجنة العلمية للتربية الموسيقية في ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الفترة من 2013، وأخذت فترة تانية من 2021 حتى 2022. أيضا كنت رائدة اللجنة الفنية العليا بجامعة عين شمس من 2002 إلى 2006. طبعا الفترة دي كانت بالنسبة لي قمة من النشاط، قمة من النشاط والسعادة مع الطلاب الجامعة في جميع الكليات. كنا بنعمل فريق كورال جماعي من كل الكليات، الطلبة المتميزين فنيا والناحية الفنية برضو والناحية المسرحية، كان جميع الفنون بشرف عليها، والحمد لله ان احنا فعلا هزنا على جوائز كتيرة جدا في المجالات والمسابقات على مستوى جامعات مصر كلها. ايضا انا ايضا قمت بعمل ما يقرب من 39 بحث علمي في مجلات محلية ودولية، كلها بتتكلم عن الشباب وعن إزاي نرتقي بالعلم وإزاي نطور المناهج بتاعتنا وكيفية رفع مستوى الشباب في هذه الكليات، منها أبحاث تجريبية ومنها أبحاث تحليلية، والحمد لله يعني كانت كلها فيها إفادة للطالب، لأن بصراحة أنا كنت وكيلة كلية لشؤون التعليم والطلاب، فكنت دايما بهتم إزاي نرتقي بالطالب في المرحلة الجامعية. طبعا كل ده يرجع إلى جامعة عين شمس. جامعة عين شمس طبعا هي كانت بتدينا دعم كبير جدا علشان إحنا نقدر نعمل أبحاث، وإزاي نقدر نطبق الأبحاث دي مع الطلاب في الجامعة، وإزاي نستفيد منها، وإزاي نخلي الطالب في الجامعة ده مش على مستوى الجامعة بس، لا ده على مستوى الجامعات وعلى المستوى الدولي، إزاي نرفع مستوى الطلبة. فهو كان ده دوري بصراحة، هو الطالب في الجامعة كان لي عندي مكانة كبيرة جدا، والحمد لله فعلا كان في مستوى رائع، تطورنا قوي، وساعدت في الجامعة وعملت لهم نشيد للجامعة في عيد العلم، كان دايما بيقولوا في كل الكليات فعلا خدته. الأعمال بتاعتي بالنسبة للكلية، طبعا كوكيلة برضو شؤون تعليم وطلاب، الحمد لله قمت بدوري كما يجب ومن رعاية للطلاب. الجامعة صراحة عملت كتير جدا، ونشكرها على هذا الأداء والدعم القوي للأساتذة والطلاب. كمان الطلبة بقى أنا نفسي أحفزهم شوية، بحفز الطالب إن هو فعلا لازم يستفيد من وقته كله، لازم يواكب العلم ولازم يواكب التطور، ومش شرط إن هو ياخد المادة بتاعته بس، أنا عايزة الطالب يتخرج من الجامعة مثقف من جميع الجهات، ما أقولش أنا تخصص كذا وبس، لا ممكن يقدر يقعد في أي مجال علمي، يقدر يتكلم عن المجالات العلمية كلها. وأشكركم طبعا على هذا الأداء، وشكرا جزيلا لجامعتي جامعة عين شمس. شكرا.